الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الفتوى لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد تولاها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، إلى آخر الآية. فالله تولى شأنها سبحانه وتعالى، مما يدل على أهميتها ومكانتها وأثرها في المجتمع الإسلامي. والفتوى في الحرمين الشريفين لها أهمية كبرى تختلف عنها في أي مكان، لأن الفتوى في الحرمين يتلقاها الحجاج من كل مكان، وينقلونها إلى من وراءهم في بلادهم، فمن ثم تجب العناية بالفتوى في الحرمين الشريفين أكثر منها في غيرها. ولا شك والحمد لله أن في الحرمين الشريفين من العلماء الأجلاء من يتولون الفتوى وتنقل عنهم إلى مختلف الجهات في البلاد الإسلامية وفي غيرها، فتجب العناية بها أكثر من غيرها. والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام به، وأما القضاء فهو الإخبار عن الحكم الشرعي مع الإلزام به، فدل على أن الفتوى أوسع من القضاء. ويجب على من يتولاها في الحرمين الشريفين أن يستعد لها بالعلم النافع وبالطريقة السليمة الصحيحة، حتى يعم نفعها بمشارق الأرض ومغاربها، لأن ما يصدر عن الحرمين الشريفين من الفتاوى ومن التوجيه والإرشاد يختلف عن غيرها، عن غيرهما من سائر الجهات. ومن ثم تجب العناية التامة والتوثق التام للفتوى في المسجد الحرام، في المسجدين الشريفين في مكة والمدينة، لقاصديهما، حتى يكون ما يصدر عن الحرمين الشريفين محل الثقة ومحل الإجلال. ولهذا عنيت هذه الحكومة الرشيدة أيدها الله بنصره بأن وضعت في الحرمين الشريفين من يتولون الفتوى عن جدارة وعن علم ومعرفة وحكمة، حتى يكون ما يصدر في الحرمين الشريفين وينتشر في الأرض يكون صادراً عن علم ودراية
وتقوى لله عز وجل. ولا يجوز لأحد أن يفتي في الحرمين الشريفين خاصة وفي أي مكان من الأرض إلا وهو متوثق مما يقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة وأئمتها، حتى يكون الحرمان الشريفين وما حولهما مصدراً للتوجيه السليم والإرشاد القويم، وحتى ينتشر هذا العلم الصحيح الموثق من الكتاب والسنة، يكون ذلك عن بصيرة وعلم وإخلاص لله عز وجل. وهذا من منافع هذين الحرمين الشريفين للمسلمين عامة ولقاصديهما خاصة، فيجب العناية بهذا الأمر ويجب إعداد العدة له من العلماء الثقات الذين يفتون بعلم وبصيرة وإخلاص لله عز وجل، حتى ينتشر هذا العلم الموثق المسدد من مكانه في الحرمين الشريفين. ولا شك أن ولي الأمر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده بنصره أنه مهتم بهذا الأمر اهتماما شديدا، وحق له ذلك، فإن هذين الحرمين الشريفين يردهم المسلمون من كل مكان ويصدرون عنهما إلى كل مكان، فيجب أن يكون ما يصدر عن الحرمين الشريفين أن يكون في أعلى درجات العلم والثقة عند المسلمين، وأن يحتاط للفتوى فيهما أكثر من غيرهما. وهذا ما سار عليه ولاة أمورنا من توليهما على شؤون الحرمين الشريفين، وهم يعتنون بالفتوى فيهما، ولذلك يعينون للفتوى في الحرمين الشريفين أجل من يجدونه في بلادهم من العلماء. وينبغي ويجب ويتأكد في حق من يفتون في الحرمين الشريفين أن يكونون محل الثقة، وهم كذلك ولله الحمد، وأن لا يصدر عنهم إلا ما يتأكدون من ثبوته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم، حتى يكون الحرمان الشريفان محل ثقة المسلمين عامة، وهم كذلك ولله الحمد، ولكن من باب التأكيد ومن باب التذكير لكل من يفتي في الحرمين الشريفين أو حولهما أن يكون أولاً على ثقة من العلم
وأن يكون ثانياً على ثقةٍ من الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون ثالثاً في غاية النصيحة للمسلمين والعناية بهم حتى يصدروا عن الحرمين الشريفين بعلمٍ موثق وبسيرةٍ حميدة، وهذا والحمد لله متوفرٌ فيهم، لكننا نحثهم على التأكد من ذلك وعلى العناية التامة بما يصدر عن هذه الحرمين الشريفين من العلم النافع والعمل الصالح والتوجيه السليم السديد. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.